هدوء حذر تشهده تونس بعد يومين مفصليين في تاريخ البلاد التي دخلت مرحلة جديدة بعد إجراءات الرئيس قيس سعيد في الهيكلية السياسية، فخلف ذلك ردود أفعال متباينة في الأوساط التونسية. ما حدث في تونس في الأيام الأخيرة هو شيء متوقع نظرا للأزمة السياسية الخانقة، للأزمة الاجتماعية، للأزمة الاقتصادية، للفشل في إدارة الأزمة ومجابهة فيروس كورونا، للخلافات السياسية، للحسابات السياسية الضيقة والرديئة لجميع الأطراف السياسية. كل الأجواء كانت مهيئة لحصول زلزال ما سياسي أو تحول. ورغم محاولة الرئيس قيس سعيد تبديد مخاوف التونسيين من المرحلة المقبلة، إلا أن شكل الدولة القادمة وأثر هذه القرارات على صحة الحياة التونسية ظل هاجس خوف عند كثير من التونسيين. الأيام المقبلة سوف تكون صعبة، صعبة جدا بالنسبة إلى المسار السياسي التونسي. نتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية خريطة طريق يعني مفصلة حول ماهية المرحلة القادمة، وكذلك نتوقع كذلك مراسيم جديدة يتم من خلالها محاسبة الفاسدين، وكذلك يعني إعادة مسار سياسي من جديد أو إعادة بناء مسار سياسي آخر، يعني أن تكون هناك مرحلة سياسية جديدة قد تكون يعني وفق 3 سيناريوهات، قد تكون ديكتاتورية جديدة هذا مطروح، قد تكون كذلك يعني تعديل مسار وتغيير نظام سياسي وهذا يتطلب يعني مسار كامل، وقد نذهب نحو عودة نفس التشتيت المشهد السياسي. ويبدو أن الأزمة الاقتصادية جعلت معالجة أسبابها الأولوية الأولى لدى التونسيين، وخصوصا أن البلاد تمر بضائقة مالية انعكست سلبا على معيشة المواطنين اليوم والتي لا تنتظر ولا تحتمل. الوضع الوبائي الخطير، الوضع الاقتصادي المتدهور، حالة البطالة والاختناق الاستثماري والمالي، الموسم السياحي الذي فشل تقريبا قبل أن يبدأ. ضبابية الخارطة القادمة هي العلامة الفارقة في هذه المرحلة من عمر الدولة الأولى التي قدحت شرارة الربيع العربي وأوجدت ديمقراطية فتية ربما لا تصمد أمام الهزات السياسية.